هناك شكاوى، احنا جالنا شكاوى برضه، هناك شكاوى من صعوبة اشتراطات الحماية المدنية، هل هناك أي نقاش في لتخفيف؟ تيسير؟ لا ده حصل تيسير فيها، يعني احنا خلينا نتفق على انه احنا بنقول التيسير اللي على الورق حاجة والتيسير اللي على الأرض اللي في حاجة التنفيذ. تانية. في طب ما هو التنفيذ خلينا نتفق على حاجة، اللي بيخالف الشرطات دي اللي هي اوريدي نازلة لتيسير على المواطن يتحاسب. يعني الدفاع المدني، واحنا كان معانا وزير الإسكان في اللجنة، كنا بنتكلم عن ارتفاع أرضي وخمس أدوار مساحات لغاية 600 متر، مفيش دفاع مدني أساسا، ودي بتمثل 80% من العقارات المخالفة. 600 فعلا متر مساحة ارضي وخمس ادوار بتمثل اكتر من 80% صح، ده من عدد حصل الوحدات اللي حصل. مخالفه. بس عارف والمره اللي المشكله، فاتت كان الايه لو تفتكر، كان المشكله الدفاع المدني بيحط شروط، يعني عشان تيجي تنفذها محتاج تهد المبنى، مستحيل، عايز خزان صعبة. تحت الارض، طب اعمله منين؟ خزان فوق، عايز ساعات التزامات، وسلم هروب، سلم هروب جديد، عايز فاير فايتنج، معدات وتولز بملايين مش قادر عايز عليها، سلم هروب هنا يا جماعه، الله يعجبني موضوع سلم الهروب يعني ده. التزامات كان فيها استحاله في التنفيذ. اعتقد انه تطبيق القانون، وده بقى هيبان في الاثر اللي احنا هنناقشه الشهر اللي جاي، اذا ظهر ان في ناس في التطبيق بتحاول توجد صعوبات او بتطبق القانون القديم من غير التسهيلات الموجوده في القانون ده، هيبقى لنا كلام تاني. لم ترسل الى المحافظات الوحدات المطبقه أيوة للامر، ما راحش. انا سالت بصوره شخصيه، مش مشكله فين، سالت الناس جالكوا اي تخفيفات علشان تطبقوها؟ الاجابه كانت لا. حتى الان لا وصل شروط مخففه الاحياء والدنيا ما وصلتش. انا بقول لحضرتك واقع الشروط اللي في اللائحه، زي ما حضرتك بتقولها، ما التخفيف دي تخفيف طبعا. يا جماعه احنا اتفقنا مع وزير الاسكان، حسمته 600 متر وخمس ادوار خلاص. احنا دايما ما عندناش مشكله في القانون، ما راحش للواقع، احنا عندنا مشكله في تطبيق القانون وتنفيذه على الواقع، والموظف اللي قاعد ماسك اللي احنا يعني عارفينه من زمان، هو عايز خايف على مصلحه البلد، يبدو انه يشعر انه خايف على مصلحه البلد وهو يعوق العمل.